عليكم، مرحبا بكم. اليوم غادي نوريكم الفطور ديالنا اللي كنتناولوه من الاثنين حتى الجمعه، الاثنين ثلاث الاربع الخميس الجمعه. كناكلو دائما لافين مع دانون، واحد بورسيون ديال الفروي. لافين كندير معاها جنجلان. هنا غادي نوريكم انا كندير دائما ثلاثه ديال المعالق ديال لافين، وكندير معلقه ديال الجنجلان ما عامراش. علاش؟ الجنجلان فيه الدهنيات وفيه الكالسيوم بالنسبه للعظام، واحد الفوينتي غنيه بالفيتامينات، بحثوا عليه في الانترنت وتشوفوه تعرفوا كاع المعلومات. هكا غادي ندير هنا الزوج ديالي حتى هو كيتناول نفس الشيء. ما كيبغيش ثلاثة، أنا كندير ثلاثة لأن ثلاثة المعلقات كتخليني بنسبة مزيانة تنبقى شبعانة. أنا كنفزقو هاكا كنديرلو، هذا ما طايبة، غادي نفزقو شوية بما طايب هنا غير شوية. انا ها هو داك اليوغور اللي كنستعمل، بعض المرات كنستعمل هذا وبعض المرات كنستعمل هذا ناتوريل، ما فيه لا سكر ولا والو، حتى هذا ما فيه لا سكر لا والو، ما كنبغيش انا اللي فيه سكر، ما كنبغيش اللي كيجي بالفواكه. دابا فاش غادي تفزق لنا هذه، غادي نقي هاد جوج كيويات اللي عندكم فروته اللي عندكم، غير من الاحسن تكون فروته فيها فيتامين سي وما تكونش فيها الحلاوه بزاف. لينغاس، تفاح، الكيوي، فريز، ليمون، الليمون يعني البرتقال، بعدو من داك البنان، والبابايا هي احسن. انا يا اما بابايا وكيوي هو اللي كنفضل في الصباح بالنسبه للناس اللي عندهم القبض، يعني عندهم مشكل في المصران. وي وبنتي غادي ندير لها حليبه ديالها، راني بغيت ندخل لها لافين في هاد الشوكولا، شفتو مزيان داك المره، وبغيت ندخلو ليها حتى هي باش بشويه بشويه تبقى كتاكل حتى هي لافين. وغادي نتاكوبانيه هي بواحد السيريال ديالها ديال الروسو متحركه، ماشي كتاكلو دائما، ولكن يا اما عصير يا اما كولاكا. ودابا نوريكم الروتينه ديال المدرسه شنو كتفطر. ودابا البنات انا غادي نزيد اليوغور، هانتوما بطريقه عشوائيه، راه غير فطور هذا، وهذا في الوقت ديال المدرسه راه جري 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 جري، كنشوفو صحي انا وحسن من الخبز طول السيمانه. هانتوما غادي نحرك داك لافين، صدقوني راه لذيذ وراه غتبقاو شبعانين الصبح كامل، بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا الحميه، اللي ما كيبغيوش يغلاضوا. ولكن راه غادي نشرح لكم بالتدريج واحد النهار شنو هو السيستم ديال الاكل ديالي انا اللي متبعاتوي انا، ماشي كنقول لكم انا اختصاصيها في التغذيه، ولكن الواحد راه مع التجربه عنده معلومات بزاف. وغادي نقطع فوق منه الكيوي بكل بساطه. وبنتي راه بغات دارت لباباها هنا الدانون، هي دارت دانون لباباها. اليوم غادي نديروا واحد الخريجه وغادي تشاركوها معانا. هو وبنتي ها هو السيريال اللي غادي تاكومبانيي الكولاكاو ديالها. هاد السيريال راه نورمالمون للدراري الصغار، يعني من عام، يعني ما فيهش بزاف ديال، فيه لي سيريال وما فيهش بزاف ديال المواد اللي ضاره، يعني ياكلوه الدراري الصغار بلا ما يخافوا. كنعطيه لها وبلا ما نساو القهوه ديالنا. ودابا غادي ناكومبانيي بطبيعه الحال القهوه ديالي، انا كنشرب هذا في سافور فيني، راه كنت وريته لكم في المشتريات ديال الصخره، وكنزيد له شويه ديال الحليب. الحليب اللي عندي دابا اليوم هاد المره راه عندي هذا بدون لاكتوزا، سين لاكتوزا اور عليني يتسالى، غادي نزيدو هنا وغادي نزيد له ندير له شويه ديال ستيفيا. بقى
هو مره كضرني في المعده، انا ما كتعجبنيش مره مجهده. هذه ديال الاكسبريسو، الاسبريسو مجهده، ولكن ما كاين ما احسن منها. بالنسبه ليا انا كتعجبني القهوه ديال الاسبريسو. كانت عندي ديال دورسي غوستو، ولكن شفتها خفيفه القهوه ديالها. ثم غادي نزيد له شويه ديال الحليب ستيفيا، تنخرجوا من الميكرووند صعب. غادي وهو الفطور ديالنا، سهل وبسيط ومغذي، يعني كومبلي وصحي. هذا الفطور كنديروه من الاثنين للجمعه. اليوم واخا ما خدامينش، ولكن غادي نديرو لان كنحتارمو ايام الاسبوع. والسبت والحد غادي ندير معكم الروتين ديال الفطور ديالنا بالتوستادا اللي كناكلو فيها الخبز على خاطرنا، وهذا الحليب اللي دار زوج ديالي في القهوه ديالو. هو ما كيشربش الحليب، انا كنشرب الحليب، كنشرب هذا اللي لقيت قدامي كنشربو. ودابا بقاو معنا، غادي نديرو واحد الجوله في المدينه. اليوم كاين عيد الورود وكيحتفلوا به هنايا، وغادي ندوزو النهار مع بعضياتنا البنات. واحد لابتيت استوس، البنات اللي عندهم الدراري وحتى اللي ما عندهمش الدراري، فاش تكونوا خارجين بنادم ما كيعرفش راه يجي الجوع يتعطل يجلس ساعتين ثلاثه السوايع، ضروري غادي ندي الماء لبنتي، تفاحه الى جاها الجوع، الى بغات تفاحه. هنا درت عنيبات، تميرات، وفي هاد الطويصه درت فرويسك. الفرويسك لي فرويسك دائما ما يكونوش مالحين، ما يكونوش فيهم السكر، وما يكونوش مقليين في الزيت. ها البنات، لي فرويسك الا غناكلوهم ناكلوهم بالفائده ديالهم كامله، بالي لي فرويسك دائما. الا بغيتو، الا ما كيعجبوكمش خضر، راه كيتباع اللوز توستي بلا ملحه بلا والو. الله يعطيكم السر، بلا ملحه، بلا ما يكون فيهم الملحه، وبلا ما يكونوش مقليين في الزيت، وبلا ما يكونوش كراميليزي، ناتورال. هذا كاين اناكاردو، كاين راه خلطت، كنديروه مخلطين في الزاج، شفتوا. وهادو راه واحد الطاقه، كيعطيك واحد الطاقه وكيحسوك بالشبع حتى بنادم يرجع للدار. وهذه غادي نديرها في واحد الموتيله صغيره، راه كتهز ليا غير دابا درت فيها داك الطاق. ها هي غادي نديهم في الموتيله وصافي، وها حنا نتشوفوا في الباركي لتحت. ها حنا البنات، ها حنا وصلنا. دابا غادي نصورو لكم شويه الدخنة. هذا واحد البارك من بين لي بارك اللي هنايا في الكناريات، وفيه جميع انواع الاشجار ديال انحاء العالم، غارسينهم هنايا وكيكتبوا على كل شجره لوريجين ديالها. ودابا هنايا كيحتفلوا بهذا عيد الورود. انا جاب لي الله الا ما خفت نكذب، فاش جاوا الاسبان يعيشوا في جزر كناريا، ولا عندهم بحال عايد. No te voy a sacar, ¿no? A mí eso sí que te iba a decir. No, 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 no. انتما دايرين هنايا اتمنى ديال موخيتا، موخو المندرا، هذا معروف كناريا، موخو المندرا كيديروا لكم هنايا باش الواحد يذوق. هي ماكو موخو المندرا، ايه una variedad que tenemos، موخو كناريا más suavecito que no lleva la pimienta. Luego también موخو. Con lo de la miel,
غادي نديها تشوف الكراكيز، راه دايرين الكراكيز هنايا، بداو وصلنا معطلين، نورمالمون كيبداو مع 12، حنا تعطلنا ما خرجنا من الدار، ولكن ماشي مشكل، غادي تفرجنا. Que tenemos que hacer, Barbarito? Ahora verás. ¿Qué traes ahí, garrafito? Una fregona. Es un trapo de esos que utilizan para fregar la cubierta. Ah, eso está muy bien. Eso nos servirá. Ahora ponérmela sobre la cabeza, así como si fuera una peluca. Espera, yo te ayudaré, garrafito. Eso, eso. Así, así se la ponemos bien sobre la cabeza y le tapamos la cara. Eso es. Se trata de que el capitán se crea que yo soy Rosalinda. Muy bien, ya está. Sí, espera, espera, que te la voy a poner por aquí un poco mejor. ¿Estoy guapa? ¿Parezco una princesa? Pareces una rata. ¡Estás horroroso! Bueno, bueno, no hay más remedio. Pero a pesar de todo, engañaremos al capitán. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a hacer como que yo estoy atado al palo mayor, igual que... غادي نشوف شي نبيتة، أنا راه كيحمقني الورد، غادي نشري شي نحيب قلب الدار ديالي، كيعجبوني هاد الورود هادو الحمراء، كنحمق عليهم، هادو كيبيعوهم بالوحدة، الوحدة والثمن ديالها، وهادو اللي كيتعلقو، هادو كيعجبوني. وهادو النباتات البونساي هنا كيديروا لكم المعلومات عليهم. Mejor exterior, o sea que era la ventana, ¿no? Donde llega el otro sol. ¿Sol directo? Sí, sol directo. Sol directo. Vale. Mira, ahí van allí, aquí se camufla con la... هذا هو النهار ديالنا، شاركناه معكم، نهير في الباركين، تمتعوا بهاد المناظر اللي كتبان، وهاد الازهار والورود اللي كتفتح النفس وكتحيد القنط. احنا بعدا في هاد الباركي كنمشيو له دائما، كنرجعوا بنفسيه اخرى الصراحه، وما احلى الطبيعه، الطبيعه راه شفاء لكل داء، الانسان خصو يعرف كيفاش يتمتع بها. شوفوا هاد الاقواس، زعما الصراحه انا كنحمق على الطبيعه، وفاش فاش كنمشيو للباركي مع الورود والازهار والنباتات، الصراحه كتحيد البنادم اي قنطه، لا قنطه تحت الله. وعواشركم مبروكه، ومع السلامه، وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك. ما احلى هاد النخلات.